كمان هنتكلم على منتخب مصر الاولمبي، بنقول له الف الف مبروك الوصول للدور قبل النهائي للتصفيات الافريقيه المؤهله للاولمبياد باريس 2024. الفوز كبير على طبعا منتخب الجابون بثنائيه، والحقيقه كلنا كنا سعداء بهذه النتيجه وسعداء بجزء من المباراه من الاداء. لكن انا هقف عند نقطه معينه، يعني نقطه يمكن لاحظتها في السوشيال ميديا ولاحظتها على لسان بعض الناس، وهو حلم الوصول للاولمبياد. كلمه حلم الحقيقه يعني استوقفتني شويه، وخلاص يا جماعه صدقوني طول ما احنا بنقول حلم الوصول لكاس العالم، حلم الوصول للاولمبياد، احنا كده بنحط كده ليميت وبنحط حدود لطموحاتنا، وبالتالي ده بيتنقل للعيبه وبيتنقل للاجهزه الفنيه وبيتنقل للجماهير ان احنا يا حلم الوصول لكاس العالم. يعني ما يكونش كده الحقيقه. لا، احنا قادرين ولازم نكون قادرين ان احنا نوصل للاولمبياد. احنا وصلنا يمكن خلال الفتره اللي فاتت 3 دورات وصلنا مرتين. وبالتالي لما انت تقول حلم الوصول للاولمبياد هيتنقل اوتوماتيك للسوشيال ميديا انه الهدف الاساسي هو الوصول للاولمبياد، والهدف الاساسي والحلم الكبير ان انت توصل كاس العالم. وصدقوني البابلز دوت او الفقاعه اللي احنا دايرين فيها ديت مش في صالحنا خالص. الكلام اللي بيتقال على حلم الوصول لكاس العالم ده لازم يتلغي. مصر قادره للوصول لكاس العالم. احنا بنتكلم انت هتعمل ايه في كاس العالم؟ طموحك يبقى هيعمل ازاي؟ في ناس تانية سبقتنا في الجزئية دي، على سبيل المثال طبعا وكلكم عارفين المنتخب المغربي ما بقاش هو حلم الوصول لكاس العالم، هو بقى حلم الحصول على كاس العالم. هو ده الفرق حتى على مستوى السوشيال ميديا، على مستوى الطموحات، على مستوى لما بتكلم واحد مسؤول يقول والله طموحاتنا ان احنا نوصل الاولمبياد، وبالتالي الطموحات بالنسبة للعيبة هتقل، الطموحات بالنسبه للمسؤولين هتقل. احنا وصلناكم الاولمبيات وده كان حلم بالنسبه لكم، لكن عملنا ايه في الاولمبيات مش مهم. وده نقطه اللي لازم نقف عندها. لا، احنا قادرين ان احنا نوصل الاولمبيات، وده الهدف ان انت توصل الاولمبيات، ولكن مش ده الحلم، ده الهدف الاول. الهدف اللي يليه ان احنا ان شاء الله نوصل لنقطه ابعد اللي هي دور الاربعه، دور نصف النهائي. احنا في 2012 اولمبيات 2012 وصلنا لدور الثمانيه، الاولمبيات اللي فاتت بقياده الكابتن شوقي غريب وصلنا لدور الثمانيه وخرجنا. فخلاص بقى، يبقى احنا عندنا هدف اولي ان احنا نوصل الاولمبيات، مش حلم، هدف. الهدف الثاني يا جماعه، واحنا بعد ما نوصل ان شاء الله الاولمبيات، الهدف بتاعنا ان احنا نبقى في المربع الذهبي. وهكذا هو ده الطموح، لما اللعيب بتاعك يحس ان انا يا ده انا حققت الحلم ووصلت الاولمبيات، هتاخد منه ايه في الاولمبيات؟ ما انا خلاص عملت لك الحلم بتاعك او حققت الحلم بتاعك. فالجزئيه دي الحقيقه لازم تختفي من السوشيال ميديا، من على لسان حتى المسؤولين، ان هو الحلم الوصول لكاس العالم او حلم الوصول للاولمبياد. احنا قادرين وان شاء الله باذن الله، انا متاكد المنتخب الاولمبي باذن الله عنده مباراه مهمه جدا جدا بكره مع منتخب غينيا للوصول للمباراه النهائيه. المباراه النهائيه او فوزه بكره ان شاء الله هيأهله رسميا للاولمبياد، وهيقابل طبعا الفائز. طبعا احنا عندنا فريق المغرب هيلاعب مالي، مباراه كبيره، هيلاعب الفائز ان شاء الله نوصل ويكون المباراه النهائيه ما بين المنتخب المغربي والمنتخب المصري. ولكن تاني بقول ان شاء الله قادرين، وخلينا نقول حلمنا هي ميداليه اولمبيه، هو ده الحلم اللي نتكلم عليه من دلوقتي. ان شاء الله باذن الله اولادنا قادرين على الوصول لهذه النقطه ولهذا الحلم.